بجدد الترحيب بحضرتك دكتور حامد، واثق انه حضرتك كنت تسمع كلام الاستاذ عدنان ووصفه للحاله اليوم وما قالت لي الامور. واضيف الى ما ذكر استاذ عدنان انه منذ ساعات قليله السلطات الصحيه الفلسطينيه اعلنت عن استشهاد 4 أطفال بسبب الجوع، وأن هناك 7 أو 8 حالات لأطفال هم في مرحلة خطرة جدا أيضا بسبب الجفاف والجوع. وطبعا هذه ليست أول الحالات، هناك حالات أخرى كثيرة، ولكن يعني أذكر لحضرتك أحدث ربما الأرقام. وجود الأونروا وفكرة تنسيقها للمساعدات وتقديم المساعدات كان إلى حد كبير مطمئن لنا أنه على الأقل هناك بعض المساعدات تصل إلى الأهالي، ولكن الآن الوضع أصبح في منتهى التعقيد. كيف ترى الوضع وكيف ترى تصرف المجتمع الدولي وما يمكن أن يفعله إزاء ما يحدث دكتور حامد؟ طبعا في استهداف واضح يا دكتورة منى للأونروا، باعتبار أن استهداف الأونروا تسعى من خلاله دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى تقويض عملها داخل قطاع غزة، واستغلال سياسة الأرض المحروقة وتحويل قطاع غزة بالكامل إلى مكان غير مأهول للعيش وتوفير المساعدات الإغاثية والإنسانية، وبالتالي يلجأ إلى الضغط في طريقين متوازيين. الطريق الأول هو الضغط على حماس والمقاومة الفلسطينية فيما يخص ملف الأسرى، هذا من ناحية، والملف الآخر هو السعي وبكل قوة من دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجير الفلسطينيين سواء من شمال القطاع إلى جنوبه أو حتى تهجيرهم بشكل عام إلى سيناء المصرية، وهو المخطط الذي كانت الدولة المصرية دائما وأبدا هي حائط الصد الأول في الدفاع عن القضية الفلسطينية. لو رجعنا لمنظمة الأونروا نجد أن منظمة الأونروا يوجد بها داخل قطاع غزة أكثر من 3000 موظف. الحجج والذرائع والأكاذيب الإسرائيلية تقول أن هناك 12 موظف فقط من أصل 3000 موظف يقاموا بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر، وهو زعم على غير الحقيقة، وليس هناك أي أدلة كافية على ذلك. ولكن بعد هذه المزاعم الإسرائيلية الكاذبة، المشكلة الكبرى أن هناك دول كبرى أكثر من 16 دولة اتخذت قرار بمنع المساعدات عن الأونروا أو عن الشعب الفلسطيني الذي يقدم له المساعدات من خلال هذه المنظمة التي قامت بمجهود كبير ودؤوب للعمل على تقديم كافة أوجه المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية إلى كل شبر من أرض القطاع. ولكن هناك مشكلة كبرى الآن، أن إسرائيل يعني ومنذ أكثر من 150 يوم لم تسمح بدخول المساعدات الإغاثية إلى شمال القطاع، وهو ما تنبأت إليه الدولة المصرية وبذكاء شديد وبحكمة واعية ومن دورها الوطني الكبير، وباعتبار أن المواقف المصرية الكثيرة والمتعددة كانت شاهدة على دور الدولة المصرية من قيام الجيش المصري والقوات المسلحة المصرية بالأمس بإنزال الكثير من المساعدات إلى شمال قطاع غزة حتى يتجنب الكثير من أهالي القطاع وبالأخص في الشمال الموت، وبالتالي أصبحت المساعدات الإغاثية والإنسانية هو سلاح إسرائيل سواء للتجويع أو للتهجير. وبالتالي الدولة المصرية ومن خلال أنها حائط الصد الأول للدفاع عن القضية الفلسطينية نجحت في كسر الحصار عن قطاع غزة، وما زالت تحاول لإدخال كافة أوجه المساعدات. نعم. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أشار إلى أن حجم المساعدات التي كانت تدخل من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة قبل 7 أكتوبر كانت تتعدى 600 يعني شاحنة، والآن هذه المساعدات أو هذه الشاحنات لا تتعدى عدى من 150 إلى 200 شاحنة في ظل ظروف صعبة، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته وأن يدعم السردية المصرية بضرورة كسر الحصار عن قطاع غزة وإدخال كافة أوجه المساعدات إلى كل شبر من أرض البقاع. نعم. من أرض القطاع. نعم.